تبدو الحياة سهلة حين نتكلم عنها، صعبة حين نتعامل معها، مؤلمة حين نعيشها، متعبة حين نجري في مضمارها، إن كان وراء الرزق أو المال أو الشهرة أو السعادة أو حتى كفاف اليد والستر وراحة البال. تبدو الحياة قصيرة حين نفكر فيها، ولكنها حتما رائعة حين نقتنع بها. نصيحة: وأنتم على قيد الحياة لا تنسوا أن تعيشوها.